مشاهدينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في نشرة أخبار جامعة المنصورة لهذا الأسبوع، وإليكم أبرز العناوين. حصول كلية الهندسة جامعة المنصورة على 3 شهادات أيزو في نظام إدارة الجودة، نظام إدارة البيئة، نظام إدارة السلامة والصحة المهنية. رئيس جامعة المنصورة يتابع سير العمل ومعدلات الإنجاز بمشروعات قطاع المستشفيات. استمرار فعاليات حملة شوف بنفسك لطلاب جامعة المنصورة لمستشفى المنصورة العام. ندوة التحديات الدينية مع التقدم التكنولوجي لطلاب جامعة المنصورة. رئيس جامعة المنصورة يشهد حفل توزيع جوائز مسابقة الدكتور محمد ربيع ناصر لحفظ القرآن الكريم على مستوى المحافظة. ختام الدورة الرياضية الرمضانية لنادي أعضاء هيئة التدريس. تعيين الدكتور الشعراوي كمال مديراً تنفيذياً للمستشفيات والمراكز الطبية بجامعة المنصورة. جامعة المنصورة تشارك في ورشة عمل حول منظومة الطلاب الوافدين. مشاهدينا، كان هذا موجز أنباء جامعة المنصورة لهذا الأسبوع. عيد مبارك وكل عام وأنتم بخير. كانت معكم هاجر إسماعيل، ونلقاكم على خير.